الكشك اللي هتشوفوه دلوقتي ده لفينا بيه محافظات مصر، رحنا في حته الكاميرا ما راحتهاش قبل كده. جوه الكشك الموهبه لا بتشوف ولا بتسمع الناس اللي بره، بس الناس اللي بره بقى شايفينهم وسامعينهم كويس. اسمك ايه؟ محمد جلال. محمد جلال، انت بتغني يا محمد؟ بغني راب. صح، بتغني راب. يلا بينا. لا استنى بقى، افتح لك باب الشهره. يلا بينا. يلا يا جلال، خش يا جلال. امسك المايك ده معايا. معايا بقالنا فترة كده وانت ماشي في الشارع ممكن تلاقي كشك كان ويعني كان اسمه زيع انتك، مشروع كده لطيف جدا. مفيش اكتر من مواهب عندنا في مصر، ودلوقتي اتطور بقى زيع موهبتك. احنا معانا اصحاب الفكره واصحاب المشروع ده، هيكلمونا اكتر عنه. برحب بيهم استاذ شريف حسني. اهلا بيك يا شريف. وبرحب كمان بالفنان احمد الجرحي. ازيك يا احمد؟ ازيك يا محمد؟ تمام. الاول كده عايز اعرف منكم الفكره، نبتدي بشريف. ايه زيع انت وايه زيع موهبتك؟ زيع انت ده ابتدينا من 5 سنين فاتت. كان كشك بيلف محافظات مصر. في كاميرا، اول لما بتخش تقعدي جوه بتبتدي تتكلمي، بنخليكي بنديكي 4 دقايق، دقيقتين بنقول لك حلي مشكله مثلا المرور في مصر او حلي مشكله معينه في مصر. اوكي، فبنسمع الحلول بتاعتك. تمام. والدقيقتين التانيين بنقول لك اعملي اللي انت عايزاه. ففي ال4 سنين اللي فاتت طبعا سمعنا ناس بتحل مشاكل في حاجات كتير وتدي اقتراحات كتيره وافكار واختراعات، والدقيقتين التانيين لقينا حاجه كانت ملفته قوي. رحنا محافظات كتير وكان الناس تقول لنا ممكن لو سمحت نغني، فقلنا لهم اه. هو في ناس اول ما تشوف المايك عايزه اغني. لقينا بالظبط، لقينا اصوات وهميه. من هنا قلنا طب ليه ما نعملش كشك تاني للمواهب بقى. للمواهب بس، للغنى بس، ونلف بيه. ونزلنا اول محافظه كانت الجيزه، ونزلنا وقلنا نجرب نشوف هل في ناس في الشارع فعلا عندها مواهب ولا لا. لقينا حاجه تخض يعني. تمام. طيب احمد، انت مثلت قبل كده وعندك يعني تجربه كمان، يعني انتوا الاثنين عندكم تجربه، بس انا احمد يعني احمد عنده مثلت قبل كده استاذ فندم. لا مش قصدي ان هو مثل، قصدي ان انتوا الاثنين عندكم تجربه. ما تمسكوش في بعض. طيب قول لي بقى، انت يعني ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك في المواهب؟ في المواهب لفت انتباهي في المواهب ان في مواهب طبعا في مصر كتيره جدا ونفسها تاخد الفرصه. فالكشك الحمد لله كان فرصه كويسه جدا لناس بتدور على انه انا ازاي اطلع او ازاي عايز يظهر. يعني عايز يظهر. والموضوع زي ما انت عارف الموضوع صعب. يعني ليه انتوا يعني اشمعنى الكشك؟ اشمعنى فكره الكشك؟ اشمعنى فكره الكشك ككشك؟ ولا هو اشمعنى فكره الكشك؟ هي طبعا فكره الاستاذ شريف. هو غالبا كان عنده حلم من زمان وهو صغير ان هو نفسه يفتح كشك. انا مش فاهم الكشك. هو زي ما قلت في الاول، هي بدات زيع انت في الاول. ما هي زيع انت كانت كشك برضه. كان كشك. لا، هي موضوع الكشك بدا عند شريف. بص يعني هو عايز تنصل منك. الكشك مش بتاعك على فكره. بلاش بقى يعني بقى. ماشي سوبر ماركت. ماشي، انت بتظبط بره الاوضه. لا هو كشك يعني. لا هو النقطه ان احنا بنجيب لك بدل البرامج الكبيره، انت اللي بتروحي لحد عندها، انت الناس بتروح بمواصلات، تسافر، تعمل اختبارات. لا، احنا بنروح لحد عندك في الحته بتاعتك، في المنطقه بتاعتك، في القريه بتاعتك. دمين. ونجيب الموهبه وتخليها تخش جوه الكشك. الميزه ان الكشك مقفول وفيه كاميرا، فانت ما فيش حد قاعد قدامك، فانت قاعده باصه قدام مرايه. احنا كلنا كمصريين لما بنقعد في نشوف مرايه ولا في الحمام بنتالق يعني قدام المرايه. فهي الناس لقينا لما الناس بيتقفل عليها باب والكاميرا قدامها بينطلقوا. لان انا دايما لو حد واقف قدامي ماسك مايك كده وفي كاميرات حواليا كده، انا ببقى قلقان وممكن اتوتر. لا، انت الدنيا قاعده لوحدك وبتطلعي اللي انت عايزاه. تمام. طيب احمد، قول لي بقى، في ده كان بالنسبه للمواهب، ان انتوا اكتشفتوا مواهب كتيره حلوه. في مواهب كتيره اي كلام، زي ايه بقى؟ لا بص هقول لك على حاجه، ومش اي كلام. مش اي كلام يعني. لا مش يعني مش بس في حاجات كانت بتضحك يعني. طبعا. لا طبعا، في هزار كتير. او في ناس كانت داخله تهرج ما عندهاش مواهب. لا داخلين يهرجوا. لا بصراحه لا، ما كانش في ناس قوي داخله تهرج. الناس اللي كانت بتقول اقتراحات في الاول يعني خالص. لا اقتراحات في زيع انت. لا دي حاجه تانية خالص. تمام. بص، زيع انت غير انه كان برنامج قايم على موضوع انه ان احنا فاتحين حوار مثلا ايه، قول رايك في المرور او كده.
انا كمان كنت بشوفه برنامج انساني جدا لانه احيانا كان الراجل بيخش او الشخص بيخش جوه يتكلم مثلا عن مشكله المرور وبعد كده يخش على مشكله عمه اللي حرمه من كذا وخالته اللي كذا وبتبقى الموضوع بيقف يسترسل قدام الكاميرا فكان الموضوع انساني جدا. انا كنت تمام. زي موهبتك المصريين زي ما انت عارف كلهم بيحبوا يغنوا. تمام. مفيش حد في مصر مش مقتنع ان هو عمرو دياب التاني حتى لو ايه حتى ممكن يكون صوته وحش لا بس مصدق نفسه. ايوه هو ده اللي انا كنت بسال احمد عليه. يعني مواهب مش مواهب يعني هو مش داخل يهزر. هو صوته وحش قوي بس هو رايح وعامل كده هو مصدق فعلا اللي هو فيه. فمن هنا جبنا حتى شعار في البرنامج كده هاشتاج صدق نفسك. يعني لو انت شايف ان انت صدق نفسك انت تنطلق على اللي انت بتعمله. بتتعامل معاه بتتعامله معاه ازاي ده؟ لا ده طبعا بحبه قوي. بتتعامل معاه ازاي؟ يعني عايز اعرف الدنيا بعد ما بيخلص بعد ما بيخلص بتعمل ايه انت بقى؟ تعالى بقى عايز اقول جرحي في حد خرج بره هو جرحي مؤدب جدا وكل الناس بيديله محمس. في واحد قال له انت ما ينفعش تكمل غنى تاني. قال له كده على ما قدرش والتاني قال له هو فعلا مكانك مش هو. قال له انا كنت حاسس كده برضه. لا وصلت معاه للمرحله دي ازاي؟ العب العب باليه يا ما انت لو سمعتيها اعمل اي حاجه ثانيه لكن ما تخليش. لا والله لا في ناس كده. تمام. والاماكن بقى انتوا رحتوا الاول لمحافظه الجيزه رحتوا انما في اماكن ثانيه انتوا رحتوها محافظات ثانيه؟ رحنا المنصوره الدقهليه. المنصوره الدقهليه احنا رحنا اسماعيليه وبورسعيد. بورسعيد شبين الكوم اسكندريه رحنا محافظات كتير قوي. طب مواقف بقى تعرضتوا لها مثلا حد غلس عليكم؟ حد قال لكم انتوا بتعملوا ايه؟ حد قال لكم انتوا ايه الكشك اللي انتوا حاطينه لنا في الشارع؟ لا لا ما الحمد لله كنا ماشيين زي الفل ورقنا كان سليم يعني من ناحيه. عايزه ورق دي كمان؟ طبعا انت بتصور في الشارع تصريح الشارع. بس انا بتكلم على الناس اللي ماشيه في الشارع غير التصريح. لا الناس اللي ماشيه في الشارع طبعا هم في الاول بيعتقدوا انها الكاميرا الخفيه يعني ده ما هي شكلها برضه بيعتقدوا معذورين برضه يعني شكلها غريب برضه بيصدقوا الموضوع فعلا يعني لما بيلاقوا فعلا الناس بتغني جوه والناس فرحانه بيهم الناس اللي واقفه بس مجرد انها بتتفرج فرحانه بيهم بتلاقي بقى ان الموضوع بيزيد يعني تلاقي ان المنطقه كلها جايه تغني يعني والناس بتكلم اصحابها يعني واحد يقول له بقول لك ايه ده في كشك هنا صوتك هيطلع هتتشهر. الناس جابوا واحد من بولاق وغالبا هيظهر هنا معانا وجابوه من البيت وجا وغنى وكان صوته وكسب على محافظه الجيزه. لا والله. طب تعالوا نشوف عندنا يعني عندنا حاجات كتيره قوي نقولها النهارده بس تعالوا نشوف بقى بمناسبه ان انتوا فتحتوا الموضوع ده الفيديو يا جماعه معانا يلا نشوف الفيديو ونرجع لكم مره تانية. انا محمد عادل من الغربيه وجيت هنا عشان اكل عيش ممكن يعني قابلتكم كده يعني يمكن سبب ان ابقى حاجه حلوه يعني ولا حاجه. يا اهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني. وده اللي حصل فعلا. الراجل ده كان بيبيع سكر نبات بره الكشك كان مصر ان هو عايز يخش ويغني واحنا الحقيقه كنا رافضين لانه كنا فاكرينه بيهزر لغايه ما حصل الموقف ده. او ايوه اي حاجه عايز تقولها اطبل معاك. هتقول ايه؟ تعال تعال معانا تعال تعال انت مصر انت مصر الراجل ده من اول ما جينا وهو مصر هيغني يعني هيغني. بمسح دموع افندي علي جرى علي جرى. هقول لك على حاجه بس ثانيه واحده. هقول لك على حاجه بص. لا هقول لك على حاجه. الراجل ده هياخد رقم. الراجل ده لازم يخش. الراجل ده لازم هيخش. الراجل ده هيخش هياخد رقم وانت هتخش هتخش المسابقه. جاهز يلا روح هناك اهو علوم الثلاث مش عايز يخش مش عايز الكرتونة خلاص. طبعا اللي احنا شفناه ده موقف واحد بس من المواقف اللي بتقابل احمد وشريف طول الوقت. ده كان في بورسعيد. ده كان في بورسعيد. تمام. ده كان راجل طول الوقت هو ماشي هو بيبيع سكر نبات. هو ماشي يهزر. بصي ان انت بتقابلي الناس اللي بتهزر طول الوقت وبترمي افيهات وبتعمل حاجات يعني اول ما بتشوف الكاميرا بيتشقلبوا. عارفاهم طبيعي بنتعامل معاهم يعني انا بعرف اتعامل معاهم يعني. تمام. فهو انا الحقيقه كنت واحنا معظمنا كلنا كان فاكرين ان هو من الناس دي عمال بيهزر. انا عايز اغني عايز بيعمل حاجات غريبه يعني. لغايه ما وانا بقدم حد قلت تعال تعال تعال
تعالى اخلص يعني خلص تعالى بقى هتغني وهتبقى يعني هتقلب كده وخلاص وهمشيك يعني. فلقيت اللي بيغني بجد وصوته فعلا كويس لا والناس فعلت الدنيا بس صوته كويس فقلت له انت خلاص انت هتاخد رقم وهتخش تغني. الراجل ده معرفش هي بانت هنا يعني هو كان معاه كرتونه بيبيع. قال خلاص مش عايز الكرتونه مش عايز حاجه تانية. هي وعايز اقول لك على حاجه ان دي الحلقه اللي هي دلوقتي يعني الفوتنج شغال عليها. الراجل ده من اعلى النسب يعني. هو فعلا حاجة يعني خاصة بالموضوع الإنساني اللي أنت قلته أحمد من شوية يعني قبل ما نشوف الفيديو. الراجل فعلا حاسس إن هو عنده موهبة يعني وما كانش لاقي حد وكمان إيه استحمل تريقة الناس عليه. لا وحتى الأغنية اللي غناها اللي هو يا أهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني. وده فعلا اللي حصل. هو بيغنيها عشان عارف الناس بتتريق عليه. عشان كده ده فعلا. لا الحقيقة هو الموضوع خلاني يعني خلاني الحقيقة حسيت إن فعلا في جزء كبير جدا إنساني. هو قال انا مش عايز حاجه تانية حتى الشغلانه بتاعته مش عايزها. انا عايز اغني وخلاص. عايز خلاص من تمام. وهي دي ميزه الكشك ان انت ممكن الكشك ده يغير حياه واحد يعني. فرحتوه يعني فعلا دي حاجه تحسب لك فرحتوه. اب ومعاه طفل وطفله تمام مروحين بالموتوسيكل. هو كان معاه بيلعب كوره ابنه ومروحين بالموتوسيكل. شافوا الكشك فسال ايه ده فشرحنا له يعني. فقلت انا شويه وراجع بتاع نص ساعة كده تقريبا او ساعة. رجعوا لابس بدلة ولد الصغير لابس بدلة وولد عنده 11 سنة بسم الله ما شاء الله صوته حاجة وهو اللي كسب من الاسماعيلية. فبصي انا شايفة ان دي يعني يعني او استكمال حاجة اسمها تالنت شو بس ده قريب قوي من الناس جدا. شريف ده كان سؤالي ليك بصراحة يعني انا عايز اعرف انت ليه ما فكرتش وانت بتعمل برنامج ان انت انا عندي فكرة برنامج تالنت شو خلاص. يعني انت ايه اللي خلاك تبقى عايز يعني الدافع بتاعك ان انت تفرح الناس بالطريقة دي؟ بصي هو الاساس بتاعنا كان زيع انت. فمن زيع انت الجانب الانساني لقينا فيه كتير. في الناس اللي بتشتكي اهلها اللي بتشتكي اللي عايز يتجوز اللي عايز يخطب مش عارف ايه بس مش عارف. لقينا الجزء ده وفي جانب تاني اللي هو عايز يظهر مواهبه. بس انت ما كنتش عامل حسابك ان هو يبقى كده ان هو يبقى فيه مواهب. انت كنت عامل حسابك ان هو يذيع رايه وخلاص. رايه وخلاص تمام. عشان كده لقينا ان الجزء ان احنا لازم نجيب الجزء المواهب ده مهم جدا. لان الموضوع الناس يعني انت لو جاب بتاع الاسماعيليه او حد زي محمد هنا ما كانش عنده فرصة قبل كده. البرامج الكتيرة الكبيرة ديت ان انت تروحي لها مش سهل الواحد يوصل لها. بس انت هنا انت اللي بتوصل للناس. بالظبط. واحنا اللي بنروح لهم وبندي لهم امل ان هو حياته ممكن تتغير تماما. ومش احنا كمان مفيش لجنة تحكيم. لجنة التحكيم هو انا الشارع. انت ان الشارع بالظبط والناس الاونلاين. تمام. طب انتوا بتواجهوا مشاكل انتاجية يا شريف؟ بنقول انتاج مين بتعملوا ايه انتوا اصلا يعني ماشيين كده الناس شايفاكم مش حاسين انتوا بتعملوا ايه. سؤال مهم قوي وموجع. احنا في الاول برضو تكمله لزيع انت. زيع انت جالنا سبونسرز في مراحل معينه. وفي الفتره اللي زيع موهبتك ده انا قررت بالجزء الفلوس اللي انا حوشتها شويه اخش بانتاج فيه. يعني انت اللي انتجت على حسابك. ومع شراكه في شركه اسمها تيوب ستار نتورك. دي اونلاين برضو بتعمل فورماتس اونلاين كويسه جدا. فدخلنا مع بعض وقلنا نعمل الموضوع دوت وربنا يكرمنا. الجزئين المهمين في الموضوع ده ان احنا الاول بنبص على الجانب الانساني والسوشيال وازاي برنامج زي ده ممكن يوصل زي ما انت قلتي من الشارع للشارع يوصل لقلب الناس. والناحيه الثانيه بنشوف سبونسرز ان هو يجي عليه رعاه. والحمد لله جالنا عليه رعاه. جالكوا رعاه. بس دلوقتي مفيش مشاكل ولا لسه في عندكم مشاكل؟ لا هو لسه مغطيناش التكلفه بتاعتنا. بس مغطيتوش يعني التكلفه. لا ما انا لا ما عشان في واحد قاعد جنبي برضه عنده مشاكل. ماله بقى ماله عنده مشاكل. مشاكلك ايه بقى؟ بلاش احراج. انا حسيته لا قول لي يا احمد ايه فعلا المشاكل؟ نتكلم في الموضوع. طب ما تقول لنا ما انت عمال تسمع في مشاكل الناس. خلي حد يسمع مشاكلك مره يعني على التلفزيون. طيب هنعرف المشاكل من طيب احمد انت. الموضوع انا عارفه انه متعب شويه التصوير في الشارع والتعامل مع الناس ده اكيد بيبقى غير خالص استوديو. انت بقى بتفكر تعمل حاجه تانية يعني جنب الموضوع ده؟ انا شو يعني شفناك في كذا حاجه قبل كده. انا ممثل طبعا. وحاليا هو ده المشروع اللي انا شغال عليه. وده حاليا المشروع ان شاء الله يعني انا وجهه نظري انه هيستمر. انت عايز تستمر في ده بس جنب ده بقى. هو ده مش بيعطلك عن شغلك كممثل؟ لا 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 مفيش تعطيل خالص. ازاي
مفيش تعطيل فعلا يعني. بس احنا انت بتفضل ايه على ايه يعني؟ لو أنا عندك أنا بالتوازي معاه ميعاد مع زي موهبتك تعمل ايه؟ اوه ده سؤال. المنتج قاعد جنبك. سؤال قوي جدا. المنتج قاعد وجا بالظبط اللي كنا بنتكلم فيه امبارح. طيب يعني فانت كانك كنت قاعده معانا في المكالمه. هو اتصلت عليك. طيب انا ممثل يعني، ده انا رقم واحد، ده انا ممثل. زيع موهبتك هو مشروعي خلاص يعني، ده انا لابس تيشرت زيع موهبتك خلاص. مش هي فاكيد لو جالي حاجه شريف ممكن ناخر اسبوع. اوكي فشريف هيقول اوكي. احنا فلكسبل. هتقول يعني اوكي. خالص خالص. يعني ده يعني البرنامج، ميزه البرنامج ده ان كل واحد، حتى عشان كده تلاقي الكواليتي بتاعتنا كل واحد في البرنامج ده حاسس ان البرنامج بتاعه. المخرج بتاعنا هشام عبيد وهو المين اديتور ما شاء الله، يبقى مطلع حاجه زي دي برنامج بتاعه. تمام. جرح البرنامج بتاعه، كاميرا مان، كل التيم، انا مش عايز انسى حد. كم البرنامج بتاعه. طيب بما انكم عايزين يعني كل واحد حاسس ان ده مشروعه الخاص ومشروعه الشخصي، انا لسه برضو ما عرفتش منك، هو انت اتعرضت لموقف زي ده مثلا قبل كده؟ في حاجه حصلت معاك؟ ايه سر يعني انا عايز اعرف. لا مش سر الكشك بس. عايز اعرف سر الكشك بس. مش موضوع الكشك بس، موضوع ان انت بتعمل حاجه مفيش ناس كتير فكرت تعملها. يعني كل اللي بيعمل زي ما انت كنت بتقول تالنت شويه، يا جماعه اللي عنده موهبه يجي لي مش انا اللي بروح له. انت واجهتك حاجه زي كده؟ في حد يعني تصرف معاك تصرف غير لائق؟ غير لائق هو تقريبا حاجه كده. مش انت بتضحك عليا؟ مش قصدي. هي قاعده معانا على فكره، ممكن تبقى تيجي معانا. صمت علي. والنبي اجي اعرض موهبتي انا كمان. انا اصلا كنت انا استشاري شبكات نظم معلومات، اي مهندس اي تي. تمام. انا سبت الكارير بتاعي وتفرغت لده لاسباب كتير. اللي خلاني اخش في الموضوع الميديا والكشك بالذات، الفكره دي في يوم من الايام في حادثه حصلت ليا، بس انا ما قررتش ساعتها، قررت بعديها بعد 3 اشهر جات لي فكره. كنت قاعد جنب حد كان في مشكله كبيره قوي. تمام. واللي قاعد جنبي ده بيقول لي انت ايه اللي جابك هنا؟ وانا كنت معاه في موقف وحش. فهو قال لي، قلت له انت ايه اللي جابك؟ قال لي انا جيت عشان انا نفسي اغير حاجه ونفسي اطلع في التلفزيون، بس عمري ما هيبقى عندي فرصه ان انا اطلع في التلفزيون واقول ان في واحد دايما كذا كذا كذا، يعني عايز يشتكي حد معين. حد معين في الدوله مثلا. تمام. ومتضايق قوي وكده، وانا نفسي اطلع حد في التلفزيون يسمعني اشتكي له واقول رايي. فمن ساعتها انا ابتديت افكر. الموضوع اثر فيا. اثر فيا وقعدت اتكلم مع ناس وما جاتش فكره زيع انت لحد ما جت فكره زيع انت، وهي بقى اللي ان انت بتخلي الناس العاديه تقعد تتكلم وتذيع. امال انتوا اتقابلتوا ازاي؟ احنا اتقابلنا ازاي؟ انت عشان البرنامج من 5 سنين فاتت على الرصيف. لا وقبلها كنا بنعمل حاجه برضو. يعني بتقولوا بعض بتقولوا لي. طيب بتقولوا لي انا. طيب انا اللي مش عارفه. يعني اتعاملتوا مع بعض ازاي؟ يعني وصلتوا للكيمستري دي ازاي؟ احنا كنا في الاول من 5 سنين فاتت كنا بنعمل في اول لما قررنا نعمل زي انت، عملنا برنامج تاني برضو سوشيال على اونلاين وكده، ونخلي الناس تخش تتفاعل. فكنا عايزين نعمل حاجه كبيره وفيها بريزنتر لذيذ، فعملنا انترفيوز كتيره كده. وبالصدفه في حد كلمني قال لي في واحد جامد جدا اسمه احمد جرحي ومش عارف ايه وايه. فالمهم لا كنا بنشوفه يعني في كذا برنامج. كان ملفت جدا. لا ملفت جدا يعني. فاحمد طبعا لقط معانا على طول، لان احمد عنده كذا جانب حلو جدا. وانا بفكر يعني ان انت تقلل سعرك شويه اليومين دول. هحاول سعري. هو بيدبسك على الهواء. مش عارفه هو بيدبس على الهواء. يعني الناس كلها سامعه الكلام وانت بتقول ماشي. يعني انت كمان اعترفت على طول. هحاول. قال هحاول ما قالش اكيد. طيب احمد انت بالنسبه بقى للتمثيل، يعني هخرج شويه من موضوع زيع موهبتك، وعايزه يعني انت بتختار الادوار بتاعتك ازاي؟ انت اكيد اختيارك للادوار مش بيبقى زي العادي يعني، او زي الممثل الكوميدي العادي. طيب هو كاختيار حاليا بقى في الاختيار يعني في الوقت الحالي او من بعد ما اشتغلت في اهم برنامج اللي هو برنامج باسم يوسف، بقى من بعد ده بقى في اختيار طبعا طول الوقت. ان ما ينفعش اعمل اي حاجه. بعد كده انا عملت فيلم بطوله المفروض، بس يعني يمكن للاسف ما خدش حقه قوي. تمام. حصل لنا رعب. وبعد ده جيت هنا في زيع مواد. تمام. فكل شويه السلم لما بتطلعي بيبقى اصعب. بيبقى اصعب في الاختيار. اكيد. في حاجه عند الممثل اسمها قوه الرفض. قوه الرفض دي لازم تبقى موجوده طول الوقت. لا انت كمان عندك قوه التقليد ده، بيقولوا لي ان انت. لا ما حدش مين قال كده. لا قالوا دلوقتي في حد فتن عليك وقال لي ان انت عندك قوه التقليد. طب عايزين كل الناس تقول لي انت بتعرف تقلد. لا خالص يا فندم. لا بتعرف. عايز افشو ممكن. لا بتعرف. لا والله او تتقمص ما اعرفش. هم بيقولوا لي انت بتعرف تقلد ناس. لا مين؟ مش عارف. مفيش. طيب
البروديوسر بتاعت البرنامج سلمى. سلمى بتقول ايه؟ انت بتعرف تقلد سلمى عامله ايه طيب؟ سلمى كويسه تسلم عليك اهي تقول لي يا سلمى كده مش عايز يقلد. طب احنا نشوف فيديو ونرجع تاني نحاول نضغط عليه اثناء الفاصل. تعالوا نشوف فيديو ونرجع لكم مره تانية. خليكم معانا. خلص التصوير وسمعنا فركش والحمد لله خلاص كل واحد فينا هيلم حاجته وهيتكل على الله. لقينا ولد اسمه اسلام عايز يغني. اصحابه راحوا نادوا عليه من بولاق تعالى اسلام في برنامج ولازم تغني. ده اسلام بصراحه ما قدرناش. اسلام انا هرجع الناس دي كلها. ابوس ايدك ما تكسفناش. بس عايزك بقى تعيش النجم. خد بقى احساس النجم كده وانت داخل. خش بقى يا سلام. هو ده ايوه الجبايه اسلام حبيبي. سرقوا لحمه ودمه منه تجروا فيه ولا راعوا سنه. سرقوا لحمه ودمه منه تجروا فيه ولا راعوا سنه. عقلها سمع الكلام الذهول والرعب جالهم. احنا فين يا بني ادمين؟ احنا فادنا دمينا ولا بقينا في غاب عايشين؟ قولوا عالدنيا خلاص يلا السلامه انزلوا شارع الحياه بقى عليكوا شوفوا علامات يوم القيامه. مش قلنا لكم هنشوف علامات يوم القيامه؟ استنى بقى خليكوا زي بدر. زي بدر بص الناس دي هتعمل لك ايه؟ الراجل ده اللي كان بيغني. ده كان فيديو تاني برضو من ذيعة موهبك الطفل اللي احنا كنا شايفينه. اسلام صوته حلو قوي ولو ما كانش قابل فريق ذيعة موهبتك محدش كان حس بيه ومحدش كان هيعرف. يمكن كنا بنتكلم في الفاصل او واحنا بنتفرج على الفيديو عن موضوع ان انتوا بتدوله احساس النجم بتمشوه على حاجة شبه الريد كاربت والناس والمزيكا والسلف استيم ده يعني ثقة شديدة جدا في نفسه. انت ده كله معمول حسابه يعني بالظبط. احنا قررنا احنا نعمل زي الريد كاربت ندي الناس الاحساس ان هم مشاهير او احساس النجوميه. وعلى الريد كاربت هتلاقي ناس ماسكه كاميرات وبتصورهم وخلينا الجمهور يخش دول باباراتزي بيصوروهم وبتديله الاحساس ان هو فعلا نجم وهو يستحق كده. وعشان كده لما تلاقي حد زي اسلام ما كانش عنده اي فرصه ان حد يسمعه وصوته وهمي. الفيديو بتاعه نزل اول 3 ايام جاب 400,000 فيوز وده رقم كبير قوي. فاحنا الفريق الاداء احنا كذيع موهبتك بندي فرصه للناس ان هم يبقوا مشاهير او نخلي الناس اللي زينا او الاونلاين يخليهم هم المشاهير. تمام. طيب احمد في التالنت شوز اللي معروفه وانت اكيد يعني في المواضيع دي وعارف يعني طلعنا النجم برافو عليك. بنقعد نسقف له ونهلله ونشير له فيديوهات على يوتيوب بعد كده ما بنشوفش وشه تاني. دي مشكله بقى. انتوا بتعملوا ايه للناس دي بعد ما بتكسب؟ هو احنا لسه السيزون ما خلصش. هو ان شاء الله الحاجه اللي احنا عارفينها حتى الان يعني هو في لسه حاجه اكبر من كده انه كل فايز من كل محافظه هيسجل اغنيه وهتتصور له على بعد كده مين؟ علينا احنا بقى علينا احنا بنعمله يا راجل علينا مين؟ احنا زي ما قلت انتوا مين اللي وراكم؟ احنا بنعمله فيديو كليب ليه هو في استوديو احترافي وتصوير احترافي. طيب. بيبقى معاه حاجه زي ان هو زي ماركتنج تول ان هو اداه للتسويق بيروح بيها بيقول يا جماعه ده الفيديو بتاعي ده كل اللي بيكسب ده كله في المحافظه في كل محافظه في كل محافظه واحد ولسه في العشرة هيصفوا مع بعض وهناخد منهم واحد وده في جائزه كبيره مستنيه. ايه الحاجه الاكبر من كده اللي انت كنت بتقول عليها الاهتمام؟ انا لسه ما اعرفهاش والله. لا انت والله انت عارف وانا عمال يعني بص او انت عارف وحياتك عندي وحيات سلمى عايز يخلص على البنت يعني خلاص. طيب انتوا ذيع موهبتك لما ان شاء الله يتطور على مستوى الاداء وعلى مستوى الانتاج خلينا نشوف الاداء الاول عايز شايفه ازاي بعد كام سنه؟ شايفه زي ما هو على فكره بنفس بساطته وبنفس الكرو اللي احنا فيه لانه احنا كرو بنتعامل يعني دايما من اول يوم حتى بقولها يعني يا رب ما تفقدنا روح الهوايه اللي احنا فيها. احنا بنعمل الموضوع مش احترافيا مش ان احنا يلا يا جماعه ده مش قلم وورقه يعني مش بالظبط مش قلم وورقه ويلا
لا الموضوع كل واحد حابب، فشايف ان ده على بعد سنين ده هيبقى ان شاء الله هيكون اهم برنامج لاكتشاف المواهب، اهم برنامج لاكتشاف. انا شايفه كده برضو ان شاء الله، لانه يعني وعلى فكره عايز اقول حاجه ودي المفروض يعني ده شريف اللي يعني ده شريف، انه انت شفتي برامج كتيره جدا زي ما انت قلتي للتالنت شو كلها كوبي بيست تاخدها من بره بس بالفرق ان انت بتجيبي النجوم عرب هم اللي فورمات بيتاخد بالظبط. احنا عايزين نعكس دي زي موهبتك، ده اول برنامج يطلع من عندنا احنا تمام من مصر، هو ان شاء الله هو اللي هي يبقى كشك برضو بيلف في العالم كله، في الوطن العربي والعالم بره، ويشتروا هم الفورمات مننا بالظبط، لانه الفورمات ده ما اتعملش قبل كده. دي وجهه النظر الانتاجيه بقى، هيشتروا مننا وبتاع ومش يعني ان شاء الله الله اكبر يعني احنا يانا اللي اروح اقدم ما عنديش انت وهتلاقي احمد سايبك ورايح يشتغل في بلد ثانيه ويعمل بقى النسخه البرازيلي والنسخه الاوكراني والنسخه رايح هناك برازيلي واوكراني والاثنين مهمين جدا. بقول لكم ما تصنف عليكم مصدقني. طيب انا بتمنى لكم التوفيق ومبسوطه جدا بالمشروع اللي انتوا عملتوه بجد. انتوا يعني بتعملوا حاجه مهمه جدا جدا، غير ان انتوا بتخلونا احنا مبسوطين ان احنا بنشوف برنامج زي ده، انتوا بتعملوا حاجه مهمه قوي للناس، الناس محتاجه تفرح. ولازم انت تيجي زيارة موهبتي. هذيع موهبتي انا كمان عشان احمد يتريق عليا. لا لا يا فندم لا ما اقدرش والله. اكيد هكون معاكم اكيد في مره من المرات. شريف حسني بشكرك جدا جدا، وكمان الفنان احمد الجرحي بشكرك وبتمنى لك التوفيق. ميرسي يا ميرسي.